بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة حصة جديدة من حصص ألحان القداس الإلهي، مردات خارج الهيكل، مردات القداس البسيلي. كنا أخذنا الحصة اللي فاتت المرد اللي هو فاي بيخن أم اسمي أمين، هذا هو بالحقيقة أمين. النهاردة إن شاء الله هنراجعه ونكمل المردين اللي بعديه. فاي بيخن أم اسمي هرجعه تاني. فاي بخن ام اسمي لغاية هنا بتنتهي الرسومات الخاصة بالجسد. الرسومات الخاصة بالجسد بتنتهي لغاية هذا هو بالحقيقة أمين، وتبدأ رسومات الدم من أول بعدها. وهذه الكأس أيضا، وبرضو نفس اللي عملناه في رسومات الجسد، على كل رشمة بنقول أمين زي اللي فاتت ديت، زي ما كنا بنقول أمين قبلها في رسومات الجسد. هنا برضو في رسومات الدم كل رشمة بنقول أمين، فبنقولها كده آمين. التانية زيها آمين، والتالتة طويلة شوية آمين. وبنقول نفس المرد اللي قلناه قبل كده اللي هو بستيف اومن، بنقوله هو لكن بنزود عليه كلمة صغيرة اللي هي كلمة كيبالين، يعني وأيضا. أيضا نؤمن ونعترف ونمجد. ليه قلنا أيضا؟ لأننا قلنا المرد ده قبل كده، قلنا نؤمن ونعترف ونمجد على الجسد، فبرضه تاني بنقول نفس الكلام على الدم، فبنقول وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. فبنقول كي بالين بستيف اومن كي اومولو غومن كي زوكسا زومن، يعني المرض ده مش جديد علينا، احنا خدناه هو ولكن هنضيف عليه كلمة صغيرة هي كلمة كي بالين. فنقول كده الامينات تاني، وبعد كده ناخد المرض. امين. التانية امين. التالتة آمين. كيبالين بستيف أومن كي أومولو غومن كي زوكسا يبقى نفس المرد اللي خدناه قبل كده ولكن بنزود عليه كلمة كيبالين. فخلينا ناخد الحتة الأولانية. كيبالين بستيف أومن كيبومولو. تاني كيبالين بستيف أومن. تاني كيبالين بستيف أومن، وبكمل زي المرة اللي فاتت. يبقى نقول كمان مرة كيبالين بستيف أومن كي أومولو غومن. تاني كيبالين بستيف أومن كي أومولو غومن. كمان مرة كيبالين بستيف أومن كي أومولو غومن كي زوكسا. طبعا اللي حفظ المرد ده في الحصتين اللي قبل كده
هيلاقي المرد سهل بالنسبة له، لأن هو ما فيش غير كلمة واحدة بتضاف عليه اللي هي كلمة كيبالين. فنقوله تاني، كيبالين بستيف أومن كأومولوغومن كيدوكسا زو أو عربي، وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. هقوله تاني بالعربي، وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد كبالين بستيف أومن كأومولوغومن كدوكسا زو وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد سهلة؟ يبقى هو بالظبط نفس المرد اللي احنا اخدناه قبل كده اللي هو بستيف اومن، ولكن بنزود عليه كلمة كيبالين بستيف اومن. آخر مرة هقولها بالقبطي وبالعربي، كيبالين بستيف اومن كأومولوغومن كيدوكسا زو بالعربي، وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد وبعد كده الكاهن بيكمل يقول وذاق وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا، خذوا اشربوا منه، هذا هو دمي الذي يسفك من أجل الكثيرين، هذا اصنعوه لذكري. ولكن عند كلمة اصنعوه لذكري بيحصل كده نقلة موسيقية. لو انت شايف ان كل المردات اللي احنا خدناها كانت بتنتهي بنهايتين ماشيين من اول هيتين برزفية اللي احنا خدناها بشفاعات ولادة الاله لغاية المرد اللي احنا خدناه دلوقتي اللي هو كيبالين بستيف اومن، هتلاقي النهايتين دول معانا، يا اما النهاية اللي فيها الوقفة دي، يا اما النهاية اللي فيها التطويلة، يعني النهاية اللي هي بتاعت فايبخن اوم اسمي اللي هي بتقول ايه، فايبخن اوم اسمي، النهاية دي بقى تطويلة يا إما النهاية التانية اللي هي كيزوكسا، نقول مثلا كيبالين بستيف أومن كأومولوغومن كيزوكسا زو أو 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 دول النهايتين اللي بيفضلوا ماشيين معانا من اول هيتين برزفية لغاية المرد ده. ولكن من بعد المرد ده الكاهن بيوصل عند كلمة وهذا اصنعوه لذكري، بيعمل نقلة موسيقية. بيعملها ازاي؟ ارف مي اف اي، ومن
هنا يحصل تحول للنغمة بتاعة القداس. من أول الحتة دي يحصل كده نقلة في نغمة القداس. الكاهن هو المسؤول عن النقلات الموسيقية اللي بتحصل جوه الإيه؟ القداس. فأول ما بيوصل عند الكلمة دي، أو بالعربي مثلا بيقول إيه؟ هذا اصنعوه لذكري. احنا برضو هنختم نفس النهاية دي، فنقول المرد ده بنفس النهاية اللي بيختم بيها الايه الكاهن. بيقولها ازاي بقى؟ فاي اون بخن اوم اسمي امين، فاي اون بخن اوم اسمي امين، هذا هو ايضا بالحقيقة امين. احنا قلنا فوق فاي بخن اوم اسمي امين اللي هي هذا هو بالحقيقة امين، لكن هنا فاي اون بخن اوم اسمي امين هذا هو ايضا بالحقيقة امين. هو عايد طبعا على الايه؟ على الدم. فنقول ايه؟ فاي اون بخن اوم اسمي امين. هقولها تاني. فاي اون بخن اومت مي، فاي اون بخن اومت مي. شوف اللحن تغير خالص عن اللحن الهادي اللي كان موجود في الجزء اللي قبليه، في جزء الرسومات والجزء اللي قبله، وده طبعا لانه تمهيد لحلول الروح القدس. فطبعا اللحن بيختلف وبيدخل في حاله من البهجه والفرح لحلول الروح القدس، فتلاقي اللحن ايه تغير خالص في القداس، وحصل نقله في النهايه بتاعه كل المردات. فتتقال ازاي؟ فاي اون بخن اوم اسمي. تاني فاي اون بخن اوم اسمي. كمان مرة فاي اون بخن اوم اسمي. والنهاية امي اي 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 فاي اون بخن اوم اسمي امي اي 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 اي. بالعربي هذا هو ايضا بالحقيقة آمي اي 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 اي. البداية بتاعت العربي هذا هو أيضا بالحقيقة، هذا هو أيضا بالحقيقة، هذا هو أيضا بالحقيقة آمي أي 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 نقولها بالعربي وبالقبطي. فاي اون بخن اوم اسمي امي اي 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 هذا هو أيضا بالحقيقة آمي أي 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 أي
نراجع المردين، انا مش هاخد اكتر من كده النهارده عشان المردين يعني تقال شويه عليكم، فمش هاخد مردات داخل الهيكل، هنأجلها للمره الجايه. نراجع المردين اللي احنا خدناهم بالقبطي وبالعربي. آمين. الثانية آمين. الثالثة كبالين بستف أومن كأومولو ومن كذوكسا وأيضا نؤمن ونعترف ونؤمن فاي اون بخن اوم اثمي امي اي 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 هذا هو أيضا بالحقيقة آمين اي 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 اشوفكم المرة الجاية إن شاء الله مع لحن جديد وتكونوا حفظتوا وبعتوا لي. شكرا وكل سنة وأنتم طيبين.